السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي أحباب مشاهدي ومشاركة متابعي قناة كرة محمد عبده على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى. أنا جاي لحضراتكم اليوم بمفاجأة كبيرة جدا، ديكور الكونكريت افكت، أو نقدر نقول ديكور خرساني أو خلفية أسمنتية زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. الكونكريت افكت هذا الديكور الخرساني بيقدمه لنا الفنان غريب محمد على قناته بشكل جديد وطريقة غير مكلفة وطريقة جميلة جدا تعجب حضراتكم. نسمع مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حوالي كام يوم كده كنت نزلت فيديو لديكور الكونكريت افكت اللي حضراتكم شايفينه قدامكم على الشاشة ده، كانت طريقة جميلة جدا جدا وجديدة ومش مكلفة. طبعا انا كان في دماغي ان انا هنزل فيديو تاني للكونكريت افكت بشكل مختلف، والطريقة هتكون بنفس الخطوات اللي فاتت، فهنشرح مع بعض طريقة التنفيذ. أول حاجة طبعا معايا معجون الجدران، معجون تأسيس الجدران اللي هو المعروف اللي احنا بنسوي بيه الجدران ونسد بيه المسامات والثقوب اللي في الحوائط. بناخد كميتين متساويتين من معجون الجدران في عبوتين، وبناخد كمية بسيطة في العبوة الصغيرة اللي حضراتكم شايفينها. بعد كده بجيب اللون الأسود المائي، طبعا دي كلها ملونات مائية، يعني بيكون شبيه باللون الأسمنتي اللي هو لون الخرسانة. عملت درجة غامقة زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي أعمل درجة تكون أفتح شوية، تمام. ضفت برضو نفس المكونات اللون الأسود واللون البني، وهبتدي أقلب كويس، تمام. ده كده تقريبا اللون اللي أنا عايزه، اللون ده الدرجة دي أفتح من دي شوية. بعد كده هعمل درجة أغمق من الاتنين، يعني الدرجة اللي أنا هعملها دي هتكون أغمق من الاتنين أكتر، يعني لونها يكاد يكون لون رمادي غامق أو فراني، تمام، أو داخل على درجة اللون الأسود. بعد كده بخفف المعجون اللي عندي بمية، لان انا هستخدم في عمل الديكور ده الرولة، فانا محتاج المعجون يكون سلس معايا شوية، فضيفت كمية من المية وهقلب المعجون كويس. طبعا لو مفيش عند حضرتك دريل زي كده ممكن تقلب بقطعة خشب مثلا المعجون بتاعك، مش شرط يكون عندك يعني ايه الدريل. بقلب كويس، تمام. وبعد كده باخد العبوة اللي هي باللون الفاتح وبضيفها على العبوة اللي باللون الغامق او العكس يعني، تمام، بضيف الكميتين على بعض زي ما انت شايف كده. وبعد كده بقلبهم تقلبتين اتنين، يعني ما بقلبش كتير علشان اللونين ما يختلطوش ببعض، اهو بس كده خلاص، تمام. طيب المرحلة اللي بعد كده انا هوريك، انا طبعا انا هاخد بالرولة وهدهن على الجدار، بس بعد ما نعمل المرحلة اللي قبل كده، تمام. اهي باخد المعجون اللي هو باللون الغامق اللي انا عملته ده، وبجيب ستنسل زخرفي. طبعا ورجعت لحضراتكم مرة أخرى شباب، هذا الفيديو يعتبر اختصار لديكورين مختلفين موجودين بالفعل، في فيديوهين مختلفين موجودين بالفعل على قناة الفنان غريب محمد، قناة ديكورات غريب محمد. هذا الفيديو طبعا سريع، لأن أنا من خلال هذا الفيديو بعرف حضرتك إن الطريقة بالشرح كامل بالخطوات موجودة على قناة الفنان غريب محمد، وعلشان ما تتعبش نفسك وتبحث، لو حضرتك أول مرة تزور قناة الفنان غريب محمد هتصل لها بسهولة جدا. هترك لحضرتك رابط الفيديو الأول ورابط الفيديو الثاني في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، يعني كل اللي على حضرتك إنك أنت هتنزل لصندوق الوصف أو أول تعليق مثبت وتضغط على رابط الجزء الاول ورابط الجزء الثاني وتشاهد الفيديو وطريقة الشرح، وزي ما حضراتكم شايفين النتيجة ما شاء الله، شغل 3D رائع، تصميم من تصاميم وابتكارات الفنان غريب محمد. ما تنساش لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة زورنا في القناة، سعيد اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك زر الجرس حتى يصلك كل جديد. اخوكم محمد عبده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.